اتقتلت؟ وطي صوتك، احنا في الشارع. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا أمينة. بس هي عرفت حكاية الورق ده إزاي؟ أنت متأكد إنك أنت ما قلتلهاش أي حاجة أيام ما كنتوا بتشتغلوا مع بعض؟ مستحيل طبعًا. تكونش هي اللي ورا حكاية الرسائل بتاعت 700 مليون دي؟ احتمال. طب أنت فتشت الشركة كويس؟ الواد اللي كان في الشركة بتاع الأمن بعد الخناقة لما جريت وراه ما لحقتوش. رجعت فتشت الشركة حتة حتة ما لقيتش حاجة. واللي قتلها سرق الموبايل بتاعها. يبقى أكيد اللي قتلها مش عايزك توصل للورق. أو ممكن يكون هو اللي ورا حوار ال 700 مليون. أيوة بس هي خدت ليه الورق من أصله؟ هي ما قالتليش إنها خدت الورق. هي قالت لي إنها تعرف مكان الورق اللي أنا بدور عليه. يعني ممكن المعلومة تكون جات قدامها بالصدفة. أنا زهقت من كلمة احتمال وممكن دي. أنا عايز حاجة ملموسة أمشي وراها. أنا عايزك تهدى. إحنا لسه في أولها. وما تنساش إن اللي هددوني بخطف هشام مش هيسكتوا. بس الحمد لله محدش عمل حاجة لغاية دلوقتي. أهو ده بقى يخلينا نقلق أكتر. دل على السلامة. ما لسه بدري يا أختي. الله يسلمك يا حاج. إيه رحيم زهقك؟ لا رحيم ما زهقنيش، أنا زهقني أبوه وأمه عشان سايبينه كده. معلش يا حاج، والله والنبي شغل. ولما هو شغل سيبيه لأمك. أنت مش عايز تشوف حفيدك يا حاج؟ لا، إذا كان حفيدي عاوز أشوفه كل شوية. إنما مش عاوز أشوف أمه. أمه اللي دايرة على حل شعرها. هو يا بنتي تكوني فاهمة إن أنا موافق على الصرماحة اللي بتصرمحيها دي ومسميها تمثيل. عيب الكلام ده يا حاج. هتربيني ولا ايه يا بت؟ جننتي انت ولا جننتي؟ الله، انت يا بت مش عارفه تتكلمي مع مين؟ انا ما اقصدش يا حاج حقك عليا، ما تزعلش. ايوه قولي لي بقى كلمه حقك عليا، بتاكلي من تحت درسك. انت عايز ايه يا حاج كده وبالراحه؟ عايز افهمك يا بت. عاوز افهم الشغلانه اللي بتشتغليها دي. بشتغل كومبارس يا حاج. بطلع منظر ولا منظرين؟ منظرين اتنين بس. امال يا اختي لو طلعت خمس مناظر هتعملي فينا ايه؟ متريقش عليا يا حاج بدر. انا بشتغل عشان اكل ابني اللي ابوه رامينا ومستقل فينا. فهمت؟ ايوه فهمت، يا ريتني ما فهمت. انا رايحه لامي عايزه تشوف الواد. عن اذنك يا حاج. يا حماية. افتح يا لها مصعب. يا هشام كنت فين يا زميلي؟ ليك وحشة والله. لا والله، ده على اساس ان انت ما كنتش عارف ان انا اتخطفت. ورحمة امي ما نعرفوا اي حاجة غير ان المعلم ابو وردة خرب عليك الدنيا بقالي يومين انت والبضاعة. مش بعيد يا ناصح يكون حد من رجالته قطرك وانت داخل على هنا. ما انا جاي لك عشان موضوع البضاعة ده. البضاعة بخ. نعم ابو عمو، ده الحوار ده يطير فيه ارعاب ومش هيخلص الا بالدم. بقول لك ايه يا هشام، اللي ما تعرفش تفاديه استمتع بيه، طريقك كله مدافن. يا جدع اسمع يا جدع، انا عايزك تصرف لي في حته كده اديها لابو وردة وبعد كده احنا مع بعض نتحاسب. حته يا هشام، هي تذكره ولا تذكرتين؟ دي كميه يا اخويا، يعني قابل وقعب بقى. يعني يرضيك يعني ابو ورده يعلم عليا وتقرا رقبتي؟ لا ياض ما يرضينيش. يو سلامه رقبتك يا زميلي، انا هرسيك. انا عايزك يالا كني لك يومين كده في اي مكنه قبل ما حد يقطر فيك، عشان لو حد يقطر فيك لا هنعرف نداري ولا نلم. اتكل على الله. تمام تمام يا مسعد، تمام. روح يابا ربنا يحنن عليك.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صف الله. مالك يلا؟ مفيش يا حاج. لا في. تخبيش عليا. لو في حاجة قول لي نلمها زي ما كنا بنلم ورا بعض زمان. احنا ما بقيناش زي زمان يا حاج. زمان كانت الناس بتتمنى تبقى تحت رجلينا. دلوقتي احنا بنداس تحت رجلين اي حد. مين ابن الكلب اللي بيدوس عليك ده ولا اقطع لك رجله؟ الدنيا يا حاج. الدنيا. سيبك انت. الا الواد رحيم فين؟ انا مش سامع صوته. مراتك يا سيدي خدته وراحت بيه عند امها. انا مش مستريح للبنت دي. الله، انت كنت مبسوط منها واحنا بنسجل الواد. انا كنت فرحان باول حفيد ليه يشيل اسمي. انا مش فاهم انت اتجوزت البنت دي ليه؟ اه اللي حصل بقى يا حاج، لو ابنك كمان ايه خلاها رسمي، بعد ما كان حته عقد ممكن اقطعه دلوقتي بقت رسمي. يا ده انا ما بتكلمش في رسمي ولا نظمي، انا بتكلم في الجواز نفسه. الله، انا مش فاهم رسمي ايه ونظمي ايه، وبعدين ما انت اتجوزتها وخلفت منها، بقت مراتك غصب عن عين ابوك. ايوه يعني اعمل ايه يا حاج دلوقتي؟ اطلعها ولا اكمل معاها ولا اعمل ايه يعني؟ تلمها يالا. تلمها. ما تخليهاش ماشيه على حل شعرها. حاضر يا حاج، حاضر. تأمرني بحاجه تاني؟ عاوز من قلقتك ايه؟ غور غور. انت جميلة ودهبل. فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا شكر الله سعيكم. تعيش وتفتكر يا متر. بس جدع يا سيد، تقتل قتيلي وتمشي في جنازته. أنا؟ الجملة دي ما تخصنيش. أنا ماليش دعوة باللي حصل لأمينة. مالكش دعوة إزاي؟ إذا كان دمها بنقط من إيدك أهو. تكسفش، قول قول. لا صلي على النبي كده في قلبك، بلاش الطريقة دي معايا. أمينة حواراتها كتير وأنا مش همشي وراها أشوف اتورطت مع مين. صلوا على النبي يا إخوانا، صلوا على النبي. الميت ما تجوزش عليه إلا الرحمة. الله يرحمها. الله يرحمها. وهي عايشة كانت لما كل رجالة البلد حواليها. شوف دلوقتي في عزاها ربعهم بس اللي جه عز. مين يا غريب؟ انت بتفتكر مين يا سامي اللي ورا الموضوع ده غير سيد يعني؟ نفس اللي انت بتفكر فيه يا عماد بيه. اللي عاوزنا نخبط في بعض. رحيم البقاء لله.